مين سمع عن محور الشهيد باسم فكري؟ طيب، محور الشهيد باسم فكري هو مشروع قومي جديد كبير بتقوم به الدولة فين؟ في الصعيد. المشروع ليه أهداف، ليه أغراض، وهي أولا نقدر نعمل به نقلة نوعية لربط الطرق الصحراوية الإقليمية بالطرق الزراعية. ده يخلق لو صح الكلام حاجة تسميها إيه؟ معادلة للتنمية الشاملة، تحسين في مسارات الصعيد في كافة المستويات. ده هيساهم يا سادة، ده جانب من هذا المحور بالمناسبة، ده هيساهم يا سادة في إيه بقى؟ في دعم المناطق الصناعية اللي بتتفتح في الصعيد بقالها 6 سنين. ده هيسهل عملية نقل البضائع، وبالتالي البضائع توصل أسرع وأرخص. المحور طوله حوالي 19 كيلومتر، العرض 21 كيلومتر على حارتين مرور في كل اتجاه، بيربط ما بين الطريقين الصحراوي. أنا قلت إيه العرض 21 كيلومتر؟ ده ما يبقاش بقى محور بقى، ده يبقى مدينة عائمة. مش ممكن تخيل يبقى الطول 19 كيلو والعرض 21 كيلو، ده إيه ده؟ عاملين مدينة؟ لا، العرض 21 متر، معلش أنا آسف، خدني المصطلح القياسي، على حارتين مرور زي ما كنت بقول في كل اتجاه. هو بيربط ما بين الطريق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي، بيمر في نفس الوقت بطريق مصر أسوان الزراعي الشرقي والغربي. من خلال إيه بقى؟ من خلال 14 كوبري و12 نفق. التكلفة المالية حوالي 1,200,000,000 جنيه مصري. طيب، هل المحور خلص؟ أقدر أقول لك والله 90% من هذا المحور، من هذا المنجز، من هذا المشروع القومي الكبير خلص. طيب، نعرف أكتر إزاي؟ لازم نكلم سيادة المحافظ، سيادة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا. أهلا بيك يا فندم. ألو سيادة المحافظ. أنا مع حضرتك، سامعك. إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طمنا كده على قنا وعلى هذا المحور والمشروع العظيم. يعني طبعا حضرتك زي ما احنا كلنا شايفين في مصر، طبعا العمار في كل مكان وفي جميع المجالات، برضو صعيد مصر الحقيقه ليه حظ كبير من هذه التنميه المستدامه في جمهوريه مصر العربيه. محافظه قنا برضو ليها نفس الحظ. يعني اقول لحضرتك احنا يعني خلال 6 سنوات تنميه وعمار في كل المجالات في محافظه قنا، تغير جذري في المحافظه في كل المجالات، سواء في بنيه تحتيه، سواء في مدارس، سواء في مساكن، في كل المجالات. طبعا زي ما حضرتك بتتكلم النهارده بتتكلم على محور الشهيد باسم فكري. مظبوط. وانا بس عايز اقول ان الشهيد باسم فكري ده احد شهداء محافظه قنا. الله يرحمه. في قنا، وطبعا فخامه الرئيس كرم اسرته وزوجته في يوم الشهيد، وهو طبعا استشهد اثناء قيام يعني خلال مداهمه بؤر اجراميه، وكان هو الوحيد اللي استشهد في العمليه دي، واثنين اصابوا والحمد لله بقى كويسين، لكن هو كان في طليعه الناس يعني. فعشان كده تيمورهم باسم المحافظه تمت المحور على اسمه. المحور زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو طوله 19 كيلومتر وعرضه 21 متر. المحور تكلفته تخطت ال 1.5 مليار جنيه. المحور فيه 15 كوبري و15 نفق. طيب ده يعني ايه للمحافظه؟ طبعا الناس دلوقتي بيعدوا الموانئ المائيه سواء نهر النيل او الترع بامان تام، بدل ما كانت عبارات الحاليه دلوقتي بقى بتنتقلوا بالعربات. الحاجه الثانيه طبعا المحور محور تنميه بالفعل، وبيربط زي ما حضرتك تفضلت وقلت مثلث الذهب بيربطه بالمناطق الصناعيه في افت وفي نجع حمادي وفي المناطق الموجوده في نقابه. المحور ربط كل الطرق اللي في محافظه قنا، سواء الصحراوي الشرقي الصحراوي الغربي، وطبعا بالفعل الطرق دي كلها ازدوجت خلاص وفي اخر امتار فيها نهايه الازدواج، الزراعي الشرقي والغربي. يعني محور تنميه مستدامه داخل محافظه قنا، وبالتالي كل دوت في يعني في اطار يعني ان احنا نوفر يعني تنميه مستدامه لابنائنا في محافظه قنا. بالتالي المناطق الصناعيه احنا حاليا بنعمل تصفيق ليها، الاقبال عليها زاد، معنى كده ان دي ايدي عامله، وبالتالي يبقى ان شاء الله كده المستقبل مضيء لينا كلنا ان شاء الله. المحور بطريقته في ربط محاور مختلفه وطرق مختلفه ومناطق صناعيه كده يخلق نهضه اقتصاديه كبيره غير مسبوقه لنا بشكل خاص وللصعيد بشكل عام، مظبوط؟ ده صحيح، ده صحيح. هو مبدئيا
طبعا بيربطنا بموانينا اللي موجوده في البحر الاحمر في السفاجه، بيربطنا بيبقى الزمن بيقل جدا في وجود المحمر، بننتقل طبعا بيقدر يتحرك يعني بيساهم من مناطق الصعيد من اسوان وانت لحد ما توصل مرورا بالاقصر دخولا في بقنا ونزولا في اتجاه الشمال على شرق، كل ده بيساعد المناطق دي انها تنتقل بتجارتها زي ما حضرتك قلت سواء بالانتقال الجوي عن طريق المواني اللي موجوده او بالبحر اللي موجوده في البحر الاحمر. طيب ده شيء عظيم جدا، انا بشكرك جدا سياده اللواء اشرف الداوودي محافظ قنا، نورنا عبر التليفون.